السلام عليكم ورحمة الله. هنا اكزاكتومون رانا في ولاية غريزان. عيطونا ناسها هنايا اللي عندهم رسالة أم حابين يجوزوها اترافير ليميسيون. قال لك باللي راهي مخصوصة بزاف أمورات. مع المدخل تاع غريزان شفنا واحد الصور للإنسان يحشم يوريهم. معليش بلوس دي ديتاي، خلينا نسقسوا ريجان هنا تبارك الله اللي عطاونا رسالة باش نوجهوها اللي هي. تفضل خويا العزيز. السلام عليكم. أولا قبل كل شيء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم. احنا ولاية غريزان بصفة عامة أو بالأخص مدينة غريزان تعاني الكثير. رانا نشوفوا في هذه المدينة ما كانش حاجة اللي تفرح ولا تشجع بها تخليك تعيش فيها ولا حاجة أو تخليك تفتخر أنك تعيش في هذه المدينة بارابور لي زوطر ولاية غير الجيران تاعنا هنا. واش خص زعما واش خص بار اكزومبل؟ خصنا عندنا مشكل تاع التنمية، مشكل تاع قنوات الصرف الصحي، مشكل تاع ما عندناش مرافق وين الناس تروح ديفولي العائلات يعني لي فامي. خاطر ما كانش دروك هنا تلحق عليك الصيف هنايا الربعة تاع عشية صيف ولا ما كانش اللي يخرج كاع، ما من الليل ابار لي كريمري ما كانش حاجة وحدة أخرى. مي زيد رانا نشوفوا هنا الأوسخ راهي كريتا. والمشكل عاويس أنه لو كان تزومي الجزائر للمياه ومنها تاني تاع البيئة. رانا هنا كيما الملعب هذا ملعب تاع غريزان، عندكم استاد واحد اخر اللي يلعبوا فيه ولا؟ كاين استاد كبير هذاك تلعب فيه ليكيب تاع غريزان. صح. وهذا الملعب يعيطوا له بكري ليبودروم. هذا استاد اللي كانت الناس من ما عندناش وين نروحوا يجوا يترينوا هنايا. كانت بارتو كبير صغير يجوا يترينوا هنا ويلعبوا هنايا. راسها فيه 8 طون مبلع. 8 سنين هو غالق. 8 طون هو مبلع مغلوق. علاش؟